الفترة الحالية تم تشغيل العيادات الرئيسية بمقر البعثة الطبية بالنسيم. العيادات طبعا شغالة 24 ساعة تخدم الحجاج الكويتيين. العيادة فيها قسمين، قسم نساء وقسم رجال، شغالة على أعلى مستوى من تجهيز وعلاج في أعلى المستويات. الشغل موجود اليوم وشغالين عليه من الكويت. خطة البعثة شغالة من الكويت من 6 شهور على توفير العلاج وتوفير الأجهزة وعلى الوقوف على تشغيل العيادات الموجودة. طبعا العيادة الثابتة اللي هي العيادة الرئيسية في المقر، والعيادات المؤقتة راح تكون موجودة في المناسك في منى وعرفة وفي مزدلفة. بالنسبة للخطة الوقائية، طبعا الخطة الوقائية موجودة في الكويت تكون من 3 أقسام. من القسم الأول اللي هو قبل الحج وأثناء موسم الحج وبعد موسم الحج بالكرت الوقائي، واللي موجود في الكويت متوفر في المستوصفات الموجودة في الكويت. نعم دكتور مبارك، ما هي الخطط الصحية المتبعة لفريق الخدمات الطبية في بعثة الحج بالبقاع المقدسة، وكيف تتم متابعة حملات الحج الكويتية؟ الخدمات الطبية متكونة من قسمين، هو كادر طبي موجود مع الحملات والكادر الرئيسي اللي موجود في البعثة. بس في الكادر الطبي تم اختياره من الكويت على أسس معينة من التخصصات ومن التخصصات الطبية لوقوف خدمة الحجاج اللي موجودين داخل ويعتبر داخل الحمل، ويعتبر الخط الأول بالنسبة للوقاية والعلاج بالنسبة للحجاج. فالكادر اللي موجود مع الحملات يكون تدريبهم وتثقيفهم وتنوير ولقاءات تنويرية تكون لهم موجودة بالكويت قبل بكوثهم.